السلام عليكم. في ناس كثير تسألني عن الكتيل كيف وضعه كجهاز كاستخدام. الصراحة سعره خرافي، أنا أقول لك كمان سعره شيء غير طبيعي، يعني ما يتعدى 600 ريال، وفيه أوكتو كور، وفيه مزايا الشاشة ممتازة من تي سي إل، شركة تي سي إل تعرفون اللي تسوي تلفزيونات. فالجهاز ممتاز، عفوا جهاز جيد جدا، اوكي. وفي مشاكل بسيطه او اشياء لو قدروا يحلونها، صح انه بيرفعون السعر شيء بسيط بس عشان تنافس شوي، يعني مو بكل موضوع بالسعر ان السعر رخيص الجهاز كويس. يعني مشكله، انا بقول لك مشكله الكتيل على طول، مشكلته كاميرته يا جماعة، الكاميرا والله ولا 5 ميجا بكسل، هذه مشكلة عويصة في الجوال هذا. حاولت يعني، شفت بترجعون القناة حقتي تشوفون فيديوهات الكتيل اللي حطيتها، الكتيل 1S 2019، الكتيل 3 2019، كل هذولي تشوف الكاميرات حقتها تقول والله 16 ميجا بكسل 8 ميجا، ممتاز وايد ممتاز، تشوف الأرقام. لكن لما تيجي تجرب وتفتح تصور والله انا اخذ لي نوكيا من سنه 2005، هذا صراحه هذا اللي شفته انا. حتى اجهزه نوكيا الحاليه الان الموجوده اللي هي 7، نوكيا 7 بلس، على فكره نوكيا 7 بلس 500 ريال الان طاح سعره، سناب دراجون 660، جهاز خرافي، كاميرا خرافيه، زايس لينز طبعا. فالكتيل جهاز ممكن تستخدمه ك يعني لحد عندك يشتغل يبغى جهاز رخيص، جيبوا له الجهاز ما عنده مشكله، هذا افضل شيء تجيب له ترى على الفكره. ما تجيب له، تجيب له سامسونج الجي سيريس، لا تجيب له الكتيل لانه جهاز يعني يتحمل شوي، هذا ميزته، وبطاريته حلوه يقعد معك. في الحاله هذه انا قاعد اقول لكم الكتيل لازم، اذا هم يبون ينافسون هنا في السوق السعودي لازم يرفعون شويه من جوده الكاميرا حقتها. عرفت كيف يا اخي؟ شوف شامي كيف اشتغل، شوف شامي قلد يا الكتل، قلد شامي، شوف عادي ما عندك مشكله. هذا اللي صاير. انا راح ان شاء الله اجيب جهاز الكتل 3X 2019، نزل انا عندنا في جرير، فباخذ الجهاز هذا بوريكم وش مزاياه، وش يفرق عن الكتيل 1S 2019 اللي عندي الآن. أنا كثير ناس تسأل عن الكتيل صراحة، وأبغى أفيد الجميع. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار علموني في الكومنت سيكشن. شوفكم إن شاء الله على خير.